يعني هاخد من الجمل اللي قلناها انه ماشي انا نازل النهارده وانا محبط وخسران الدوري، وفي نفس الوقت انا نازل النهارده وانا بطل الدوري، فعايز احط الكريزه اللي على التورتايه. انا خدت التورتايه خلاص، بس عايز برضو اختم الدوري بشكل يبسط الناس. كمدير فني في انتقادات من اول ما جه، وفي نفس الوقت كلعيبه ما قدموش موسم عظيم على مستوى الاداء ومستوى حتى البطولات، الخروج من افريقيا وما الى ذلك، فكل واحد منهم عنده دوافع. انا ما شفتش النهارده دوافع. انا متفق معاك جدا في ان كان انا كنت مستني الماتش ده اشوف في ايمن اشرف بيتخانق على مكانه بعد التعاقد مع محمود متولي مثل. اشوف محمد هاني بيتخانق على مكانه لان اللي قاعد له على الدكه احمد فتحي. اشوف عمرو السوليه وحمدي فتحي الاثنين بيموتوا نفسهم في الملعب علشان جاي لنا لعيب جديد في خط الوسط. اتفرج على حسين الشحات بعد ما عمل ماتش المقاولين الاولاني والناس ابتدت تقول ده حسين الشحات مختلف، اكمل بقى بنفس نسخه حسين الشحات المختلف. صح. كل لاعب في ارض الملعب، وليد ازارو جاب كام جون السنه دي؟ 6. بتتكلم على رقم اقل بكتير جدا من المعدل المنتظر من مهاجم الاهلي. مش عايزه كلام. وجونيور اجايه واحد من الناس اللي فجاه خفت ريتمه او بهت تماما يعني بعد الاصابه، بعد عوده من الاصابه هو مش موجود تقريبا. ومارتن لاسارتي اللي كان في جدل كبير جدا، هل انت المدير الفني المناسب للاهلي ولا لا؟ هل انت اللي هتقدر تقود الاهلي لتحقيق الطموح بتاع النادي اللي هو الوصول لدوري ابطال افريقيا ولا لا؟ نفس الكلام بالنسبه للزمالك. زيزو جاي لك صفقات من بره كتير، والزمالك عمال يتكلم مع ناس كتير. فزيزو، محمد ابراهيم، ابراهيم حسن، كلهم عندهم دوافع ان هم يحاولوا يثبتوا نفسهم ويقدموا نفسهم. كلهم الحقيقه. بالظبط. فكنا مستنيين ماتش فيه حماس جامد جدا، وانا مش مع نظرية ان الحماس ده ما كانش موجود. انا متهيألي الحماس كان موجود بس ما كانش فيه تنظيم. انا متهيألي المشكلة الرئيسية كانت عند الاثنين مديرين فنيين بشكل كبير. طيب بالنسبة لخالد جلال، خالد جلال انا مختلف مع كريم، هو اللعيبة ما كانتش نازلة مش متحفظة حاجة. النهاردة اول لمحة لخالد جلال اتفرج له عليها اللي هي ايه؟ ان كان في ابراهيم حسن ناحية اليمين، لا ما توقفش ناحية اليمين، خش مع زمايلك في القلب. فبقى ابراهيم حسن، زيزو، ومعاهم محمد ابراهيم، ومعاهم عمر السعيد، عاملين جبهه واحده، عاملين تكتل، فقادرين انهم يعملوا كثافه عدديه على العدد اللي موجود من الاهلي اللي بيعمل الواجبات الدفاعيه اللي ما بتتعملش كويس من ناحيه حسين الشحات، وما كانتش بتتعمل كويس من ناحيه رمضان صبحي. فالزمالك عمل خطوه في المقابل الاهلي ما عملش ولا خطوه. وهنا بقى النقطه المهمه، هل الفوز يعميك، او الفوز بالدوري ثم الفوز بالديربي يعميك عن انك تسال المدير الفني بتاعك على شويه اسئله مهمه جدا تخليك واثق اذا كان الراجل ده مناسب للاستمرار مع الفريق ولا لا؟ لا طبعا لازم اساله، لازم اسال. ايه بقى الاسئله اللي انا ممكن اسالها لمارتن لاسارتي؟ انا مبدئيا مقتنع ان مارتن لاسارتي ليه شويه ايجابيات حصل. شويه الايجابيات دي ابرزها ان هو اتطور واحد زي كريم نيدفيد، فوق واحد زي عمرو السوليه، قدم نسخه في بدايه مشواره مع الاهلي كان فيها ضغط جيد من الامام، منظم، مش ممتاز ولكن كان منظم. لكن لما وصلنا بقى بعد كده للمباريات الكبرى، شفنا خساره من بيراميدز رايح جاي بالظبط كده، خساره ثانيه من بيراميدز، شفنا تعادل مع الزمالك، والنهارده فوز باهت جدا على الزمالك. صح. ففي المباريات الكبرى ايه اللي بيحصل؟ وافريقيا كمان نفس الكلام، ما ننساش برضو الهزيمه قدام سان داونز طبعا، هي حاجه لان هو كان مسؤول مسؤوليه كبيره عنها يعني 100%. فانت بتتكلم في المباريات الكبرى ايه اللي بيحصل؟ طيب النهارده مثلا في اربع مشاهد من المباراه لعيبه الاهلي بتتخانق مع بعض في ارض الملعب علشان حاسين ان التوليفه مش ماشيه. يعني حسين الشحات رمضان صبحي، بعد كده حسين الشحات وليد سليمان، بعد كده وليد سليمان عمرو السوليه، وبعد كده ايمن اشرف رامي ربيعه. فبتتكلم في اربع مشاهد في المباراه بتقول لك ان اللعيبه مش جاهزه، مش عارفين نتصرف، هو الزمالك بيروح على الجول ليه؟ طيب واحنا معانا الكوره رحنا على الجول كم مره؟ ادي رقم. شوط الاولاني مره، شوطه من وليد سليمان من نص الملعب ملهاش يعني مفيش اي باترن معمول. طيب الاهلي بنى اللعب على الارض كام مره؟ تقريبا انا مش فاكر ولا مره. كل مره الكره بتيجي للسنتر باك بيقوم راميها لوليد ازارو، وليد ازارو يخش في حضن محمود علاء، وبعد كده حتى مفيش حد في ظهر وليد ازارو. طب عدم النظام ده سببه ايه؟ المدير الفني؟ اكيد المدير الفني. طيب دفاعا بقى، لما وصلت للشوط الثاني ومتقدم بهدف وقررت العب دفاع، هل الزمالك ما هددنيش وانا بلعب دفاع؟ هددني ثلاث مرات. الثلاث مرات من ضربات ثابته، فرجاني بياخد مرتين على الكوره على الهواء لوحده، ما بيطلعش مع حد، فرجاني المرتين. طب لو اول مره فاتت، ثاني مره انا كنت فين؟
فانا حاسس ان في اسئله كتير تتسال للاسارتي، ومهم الاسئله دي. لو لاسارتي السؤال الاهم بقى، ليه طول النص الثاني من الموسم تقريبا مفيش ولا لاعب في الاهلي باستثناء علي معلول قدم ثلاث مباريات متتاليه بمستوى عالي؟ بوافقك جدا.